يم 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 بالعربي. البحر هو اليم، واليم عرفه المصري القديم باللفظ يم، هي الكتابة بتاعتها. الكلام ده موجود في جاردنر صفحة 556 في السطر 20 من العمود اليمين، وموجود في الفيرتر بوخت ريجيبش شبراخ الجزء الأول صفحة 87 الهامش 11 في الجزء الأول، وموجود في دراسات وأعمال في صفحة 247. ومن السهل تصور ارتباط بايام أو الفيوم، بايام فيوم طبعا، بايام بايام فيوم أو الفيوم بها كما هو معلوم. أما عن العبرية فالكلمة بها هي يام، موجود الكلام ده في تونجي 349، حيث تنطق ياءها مفتوحة، والنطق المصري هو نفسه النطق العبري والعربي لهذه الكلمة. من شعر الشريف الرضي: كأن خدورها أصداف يم محصنة ضممن على لآل. ومن سفر نحمية 9-11: وفلقت اليم أمامهم وعبروا في وسط البحر على اليابسة. وبالعبري: بهيام فقعت لابنهم بيعبروا بتخيام بيبشا.